السعودي يشبه ريال مدريد؟ الهلال اكيد. ليه؟ لانه ما في بطوله غير اخذها. كاس العالم للانديه سنه وياخذها ان شاء الله. نفس الشيء الهلال. ليه؟ برضو يعني اغلب البطولات هو اللي يفوز فيها، النادي بعد قوي. بس في شغله ثانيه، علي رونالدو يلعب في النصر ورونالدو يلعب في مدريد. النصر. ليه؟ لانه في رونالدو. الهلال. ليه؟ انا ملكي. نادي سعودي شباريه الهلال اكيد. ليه؟ الهلال ملكي. نادي سعودي شباريه المدريد. الهلال اكيد. ليه؟ لانه زعيم في اسيا زي ريال مدريد واوروبا. الهلال بدون اي شك، ريال مدريد سيد اوروبا، الهلال سيد اسيا. انا بالنسبه لي النصر، الشبه في الشعار فقط. الهلال اكيد زعيم. ليه؟ ملك في اسبانيا وملك في اوروبا، والهلال ملك في اسيا. نادي سعودي يشبه ريال مدريد. والله شوف مع اني اتحادي بس اتفق مع كلامه صراحه. تتفق معه على ايش؟ قل اسم النادي. والله شوف هلال، هلال صراحه الهلال. بطولات نقول فريق حكومه ولا مو مسموح؟ لا 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 الهلال. لكن صراحه الهلال كبطولات كاداء كفريق صراحه الهلال. مع انه زعلان الموسم الماضي. اتحادي طبعا هو اتحادي عشان كذا. استاهل استاهل. نادي سعودي يشبه ريال مدريد. هلال. ليه؟ اكثر بطولات. النصر. ليه؟ الشكل وكذا. نادي سعودي يشبه ريال مدريد وليه؟ نادي الليث الشباب السعودي.